يسعد صباحكم مشاهدينا في كل مكان. اليوم احنا موجودين داخل تكية تعود لعائلة فرج الله. هذه التكية تقوم بتحضير وتوزيع الطعام على عدد كبير من العائلات الغير مقتدرة. طبعا بيقوموا بتحضير هذه الوجبات منذ الصباح ويتم توزيعها تقريبا بعد العصر. طبعا خلينا نتابع المراحل المختلفة اللي بيقوموا بإعداد وتحضير فيها الوجبات لهذا اليوم. الخير ملوش لون ولا دين وملوش تفسير، الخير انك بقالك في الكون تأثير. اعمل خير اعمل خير. احنا تكيتنا الجسد الواحد سنابل الخير، انطلقت منذ 4 سنوات، كانت بجهود ذاتية وتمويل ذاتي، ولكن بسبب كثرة المقبلين عليها أصبح يساهم معنا أهل الخير. بدأنا بقدر واحد، ونظرا لزيادة المقبلين علينا وعلى مكان التكية اضطررنا إلى زيادة الكمية المطبوخة. احنا بنقدم هنا الوجبات اللي متعارفة عند أبناء شعبنا الفلسطيني البسيطة، البازيلا، الجريشة، الفاصوليا، البطاطا. طبعا هذا بسبب قلة الإمكانيات وشح الموارد. طبعا الأخوة المستفيدين من هاي بنساهم برفع شيء بسيط عن معاناتهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشوها. طبعا الناس بيكونوا سعيدين جدا بما نقدمه لهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها أبناء مجتمعنا في قطاع غزة. وحتى ولو كانت بسيطة إلا أننا بنساهم برسم الابتسامة على شفاههم. التوزيع بيبدأ الساعة 5، والأطفال بيبدوا يتواردوا للمكان الساعة 5. فريق التنظيم بيكون بنظمهم، وفريق التوزيع بيوزع عليهم. طبعا احنا بنقدم لهم الوجبات البسيطة، نأمل انه نقدم لهم وجبات تكون افضل من هيك، ولكن بسبب قلة الموارد هذا نعمل حسب امكانياتنا. دوما نطمح الى ان نكون عند حسن ظن أبناء شعبنا فينا. هاي التكية تقدم خدماتها طيلة فترة شهر رمضان، عندنا طموح أن تستمر هذه التكية على مدار العام، خاصة أننا نسكن في مخيم، وتعلمون جيدا أهالي المخيم ووضعهم الاقتصادي الصعب الذي يمر فيه. أيضا من ضمن طموحاتنا التي نسعى إليها وإن شاء الله تتحقق بفضل الله وبفضل جهود أهل الخير، أسلفنا لكم أن الوجبات التي نقدمها هي الوجبات البسيطة المتعارف عليها عند أبناء شعبنا. نأمل أن نقدم لأبناء شعبنا الوجبات الدسمة، الدجاج، الرز، خاصة في ظل ارتفاعه في هذه الظروف وموجة الغلاء التي يعيشها أبناء شعبنا وكافة العالم، الأسماك، الوجبات الدسمة بشكل عام. الخير ملوش لون ولا دين وملوش تفسير، الخير إنك بقالك في الكون تأثير. أنشطة التكية متعددة، يعني احنا بنقدم عدة وجبات. أول يوم قدمنا الفاصوليا، ثاني يوم وجبة العدس، ثالث يوم الجريشة، رابع يوم البازيلا واللوبيا، طبعا مع اللحم. يعني كل يوم أكلة تختلف عن اليوم الذي قبله، شفتي كيف؟ ونسأل الله عز وجل أنه يقدرنا ويساعدنا على أن نمد يد العون والمساعدة. وضع يعني صعب جدا جدا جدا، والكل عارف، بالإضافة لغلاء المعيشة اللي موجود عندنا في الوقت الحالي. نسأل الله أنه يعيننا ويعينكم على مساعدة هذا الشعب في هذه الظروف الصعبة. عملنا هذا بصل لأكبر شريحة من الشعب اللي هم الحالة اللي حالتهم الاقتصادية صعبة جدا، الناس التعبانين اللي مش قادرين يعملوا وجبة إيش. يعني أنا متأكد أغلب الناس اللي بتيجي ما بتطبخ في دورها، فعلا هو بصل للطبقة زي ما بيقولوا الطبقة الفقيرة المعدمة في قطاعنا الحبيب. هذه الوجبات تقدر بحوالي يعني يمكن بيجينا 250-300، من 200-300 شخص معدل يوميا، شفت كيف؟ ولكن احنا طبعا في ظل تقديم يعني
الوجبات هذه والله احنا نشوف الناس بتاخذ هالوجبات وهالصحون بنعبي لهم، يعني بنشعر بفرحه عارمه وبسعاده عارمه وتعبنا بروح، ونسال الله ان يتقبل ذلك. والله احنا عندنا فعلا انشطه وطموحات مستقبليه، منها مثلا طرود غذائيه، الوجبات السحور، طرود غذائيه لمساعده الناس التعبان، يعني وضعها الاقتصادي صعب، ولكن احنا يعني بصراحه ننتظر من الناس المبسوطين، الناس القادرين، للمؤسسات الخيريه، الجمعيات الخيريه اللي بتقدر تساهم تساهم، في ناس بتساهم ب 100 دينار، ب 50 دينار، ب 50 شيكل، ب 100 شيكل والله، ويعني احنا اللي بيساعد ربنا عز وجل يجازيه كل الف، يجازيه خير والف خير، نشعر بالبسمه، نشعر بالسعاده العارمه حينما نرى الشعب انه بياخذ هالوجبات وبفرح، والله ومرات بيجوا حالات 5 حالات وعشر حالات متاخره ما بتلحق، والله انه بنزعل جدا. ما بتلحق تاخذ الوجبه تاعتها بخلص، يعني زي ما انتم شايفين اليوم ما شاء الله 4 قدور، من البارح بدينا 4 قدور، الايام اللي فاتت كانت 3 قدور، ان شاء الله الايام الجايه بصير 5، يعني بعد يومين 3 حصير 5 قدور، وربنا عز وجل يقدرنا على الخير ان شاء الله. مشاهدينا في كل مكان، في نهاية فقرتنا لليوم تابعنا مع بعض التحضيرات المختلفة اللي بيقوم فيها عائلة فرج الله من داخل التكية، اللي بيقوموا فيها بإعداد الطعام لإفطار عدد كبير من العائلات الصائمين طيلة شهر رمضان المبارك، ونعود معكم مشاهدينا لمتابعة فقرات فلسطين هذا الصباح.